الحكومة التونسية تقر مشروع الاكستنسيون تاع مطار تونس قرطاج اللي باش يشمل عديد الأجزاء. مركز النهوض بالصادرات في تونس يقوم بندوة صحفية من أجل الإعلان على برنامج نشاطه والمهمات اللي باش يقوم بها في العالم من أجل الدعم والترويج للتصدير في تونس. البنك المركزي التونسي يقر تسهيلات تمويل للدولة بقيمة 7000 مليار دينار. البنك الدولي يقوم بتخصيص 150 مليون دولار من أجل تمويل لفينانس فيرت في إفريقيا. بلد موزمبيق هو بلد يمكن أخذ تأشيرة الاستثمار فيه بمعدل استثمار 50,000 دولار. انخفاض مبلغ تأشيرة الاستثمار في الموزمبيق من 50 مليون دولار للمشروع إلى 50,000 دولار فقط. إنشاء أكثر من 7 مناطق تجارية حرة في موزمبيق. موزمبيق هو البلد اللي باش نتعرضوا اليوم في أفرو فوكس لهذا الأسبوع. كل المعلومات هذه باش تلقاوها اليوم في أفرو بزنس على إذاعة فيوا اف ام. معكم بشير الزوالي في تقديم هذا العدد رقم 19 من برنامج أفرو بيزنس، ويرافقني في التقديم سي محمد. مرحبا بك. مرحبا سي بشير، مرحبا بالسادة المستمعين والمشاهدين. شنو حوالك سي محمد؟ الحمد لله صباح لباس سي بشير. ولا الحمد لله اليوم اليوم وضعنا باهي يعني، وان شاء الله فما عديد المشاريع تم اقرارها، فما خاصه في تونس ما ركزنا اكثر. دونك نبدا معك بالخبر الاولاني سي محمد. الخبر الاولاني سي بشير، جينا من رائد رسمي صدر قانون الترخيص للبنك المركزي في منهج تسهيلات في منح تسهيلات لفائده الخزينه العامه. تم نشر قانون عد 10 لسنة 2024 المؤرخ في 7 فيفري 2024، المتعلق بترخيص البنك المركزي للتونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية. ويسمح هذا القانون البنك المركزي التونسي بتقديم تسهيلات استثنائية لفائدة الخزينة العامة بقيمة 7 مليار دينار، سيقع سدادها على مدى 10 سنوات مع 3 سنوات إمهال دون توظيف أي فائدة، بهدف تمويل جزء من عجز الميزانية لسنة 2024. يعطيك الصحة سي محمد. نقعد في نفس السياق، في سياق المشاريع اللي تم الإقرار متاعها، مشروع الإكستنسيون تاع مطار تونس قرطاج. مشروع هذا تقريبا يشمل 80,000 متر مربع من أجل الإكستنسيون توسيع، وبطبيعة الحال بعد التوسيع هذا باش تبلغ معناها القدرة قدرة الاستيعاب نتاع مطار تونس قرطاج 8 مليون، من 8 مليون ستنتقل إلى 13 مليون باساجي مسافر. كيف كيف في نفس المشروع، هو عبارة ماهوش مشروع برك وحزمة من المشاريع، فما عديد المشاريع الأخرى البنية التحتية اللي باش تربط المطار بمطار مفيدة، باش تربط البحيرة بمنطقة البحر الأزرق في المرسى، عديد الخطوط من كذلك ربط الوسط العاصمة بالوسط العاصمة بالمطار. هذوما معناها دي بروجي بيريفيريك للبروجي نتاع الاكستنسيون بيدو اللي هو يشمل 80,000 متر مربع. الحزمة نتاع المشاريع هذه كان أقرها مجلس وزاري بوضيق، كان ترأسه السيد رئيس الحكومة أحمد الحشاني. المشروع هذا اكيد باش يسهل تنقل الاشخاص من وسط العاصمه الى المطار، وتسريع معناتها في ربح من الوقت. صحيح، بطبيعه المشاريع البنيه التحتيه هي تساعد في تنقل الاشخاص والبضائع حتى. في الخبر اللي بعده سي محمد، كان عندك الخبر ناخذ معك. وقعت الجزائر والبانيا اليوم الخميس الفارط على بيان النوايا المشتركه لإنشاء فريق عمل ثنائي حول الهيدروجين لتعزيز ودعم الاستثمارات في جميع القطاعات الاقتصادية العمومية والخاصة المعنية بتطوير الهيدروجين في البلاد. هذا يخبر اللي هي التعاون بين الجزائر وألمانيا في مجال استعمال الطاقات البديلة. في خبر آخر على مستوى التمويل في القارة الأفريقية سي محمد، الخبر من البنك الدولي. الخبر هذا هو تخصيص البنك الدولي أكثر من 150 مليون دولار، وذلك في الجلسة العامة اللي انعقدت في آخر أسبوع من شهر جانفي، من أجل تمويل لفينونس فيرت في إفريقيا، من أجل تمويل لبروجي بالأخص لبروجي متاع الطاقة الشمسية في إفريقيا.
150 مليون دولار باش يتم التحكم فيهم وتسييرهم من طرف شركة سوشيال انفستمنت مانجر اند ادفايزر، اللي هي باش تقوم بتمويل مباشر للمشاريع في الطاقة الشمسية في القارة الإفريقية الكل. دونك البروجي هذا تم توقيع متاعه في إطار قمة المناخ الأخيرة اللي صارت، قمة المناخ الأخيرة اللي انعقدت في دبي في الإمارات. والبروجي هذا دونك باش يهتم بدول إفريقيا جنوب الصحراء أكثر تحديد، معناها السيبل متاع البروجي هما دول إفريقيا جنوب الصحراء. في خبر آخر، سي محمد السيبيكس كان عقد ندوة صحفية، مدير السيبيكس كان عقد ندوة صحفية أعلن فيها على أهم المشاريع والمهمات المبرمجة لتونس في الخارج. مهمات كي نقولوا سيبيكس نقولوا المشاركة في المعارض، نقولوا تنظيم لميسيون معناها بعثات اقتصادية تهز فيها رجال أعمال، كيف المشاركة الاستكشافية يسموها في مؤتمرات صحيح يسموها، هما عندهم مهمات استكشافية معناها باش يمشيو يستكشفوا للمارشي ويعملوا لابروسبكسيون ويقربوا ويفهموا أكثر السلوك والكومبورتمون بتاع الكونسوماتور في البلاد هذيك. هذا كان صارت ندوة صحفية وأعلنت فيها سيبيكس بطريقة مفصلة بطريقة عامة، والتفصيل تلقوها على السيت متاع السيبيكس، موقع سيبيكس، حول البرنامج متاعها لهذه السنة، سنة 2024. ذلك سي محمد عملنا دورة على الزاكتواليتي المرة ذي أخذنا أكثر في تونس بيسكو فما عديد الأخبار الهابة مش نتعديه الفقرة أفرو فوكيوس اللي مش نتناوله بها فيها بلد إفريقي آخر اللي هو الموزمبيق. VOFM La première radio panafricaine. نتعديو لفقرة أفرو فوكيوس لهذا الأسبوع اللي باش نتناولو فيها بلد الموزمبيق، ونبداو مع سي محمد بتقديم عام لهذا البلد. كالعادة سي بشير في الأسبوع هذا نتناولو الموزمبيق. الموزمبيق هي دولة تقع في جنوب شرق إفريقيا، يحدها المحيط الهندي من الشرق، وتنزانيا من الشمال، ومالاوي وزامبيا من الشمال الغربي، وزيمبابوي من الغرب، وسوزيلندا وجنوب إفريقيا من الجنوب الغربي، وتقع جزر القمر شرق شمال البلاد أي سواحلها ومدغشقر تقابلها. سي محمد ندخل أكثر في الأرقام على حول الجغرافيا، بس كنت جبت على الجغرافيا. المساحة 799,380 كيلومتر مربع، اليابسة 786,380 كيلومتر مربع، المساحة المائية 13,000 كيلومتر مربع. حدود موزمبيق لها حدود مع الملاوي، مع زامبيا، جنوب افريقيا، زيمبابوي، اسواتيني، وتنزانيا. كملوا معك سي محمد. من اهم سي بشير موارد الثوره الطبيعيه في جمهوريه موزمبيق الفحم والغاز الطبيعي والطاقه الكهرومائيه والجرافيت. انا عندي زاد الالومنيوم موجود، عندي الطاقه الكهربائيه تنتج طاقه كهربائيه، وفما الغاز الطبيعي. من أهم المنتجات الزراعية في الموزمبيق هو القطن وقصب السكر والشاي والذرة وجوز الهند والفواكه الاستوائية ودوار السمش، ومن أهم منتجات الحيوانية لحوم الأبقار والدواجن. والمنتجات هذه سي محمد معناها يتم زاد فيها معناها بورسنتاج تمشي للتصدير، والأهم الحرفاء متاع التصدير في موزمبيق عندنا كوريا الجنوبية 32%، عندنا افريقيا جنوب افريقيا 15.6%، وعندنا الامارات العربية المتحدة 10%، ثم تأتي الصين لأول مرة سي محمد. الصين جي في المرتبة الرابعة في ترتيب البلدان اللي تصدر لهم الموزمبيق بنسبة مارشي 7.2%. من كذلك من أهم الصناعات في الموزمبيق سي بشير عندنا الأسمدة والألمنيوم والمنتجات النفطية والمنسجات والأسمنت والزجاج. أهم الصادرات الألمنيوم والقطن والسكر والخشب والكهرباء. كما جبدنا على الواردات سي محمد، بالنسبة للصادرات الهند هي أول بلاد تتوجه لها معناها الموزمبيق، افريقيا بعدها افريقيا الجنوبيه، بعدها اليونايتد كينغدوم اللي هي بريطانيا، بعدها افريقيا
افريقيا، كوريا الجنوبيه، ثم الصين في المرتبه الخامسه. كما قلت دي سي بشير، ولكن بالارقام اهم الدول المستورده، الهند 28.1%، نعم، عندنا هولندا 24.4%، جنوب افريقيا 16.7%، ذلك طبقا لتقديرات 2017. 2017 تحين انت هذه سي محمد الليستا. انا عندي ليستا نتاع 2022. دونك اضافه للي انت زدتني، البيبا الهولندا ما كانتش موجوده على اللائحه، ولات موجوده. موجود والله. هذا هو. كذلك عندنا سي بشير، عندنا الانتاج من الغاز الطبيعي 6.3 بليون دولار طبقا لتقديرات 2017، الاستهلاك المحلي 1.841 بليون دولار طبقا لتقديرات 2017، والصادرات 4.162 بليون دولار طبقا لتقديرات 2017. معناتها عندنا كما قلنا الصادرات نتاع الغاز الطبيعي. نعم، يعطيك الصحة سي محمد على التقديم العام اللي قدمته لنا من على موزمبيق. باش نتعداو لبعض الأرقام الاقتصادية في هذا البلد، ونبداو بالقوة الاقتصادية العاملة تصل إلى 14,137,000 ساكن، نسبة النمو 2.4%، الناتج الداخلي للفرد 1200 دولار. ضعيف سي محمد الناتج الداخلي. ضعيف جدا. نسبة التضخم 5.9%. التصنيف الائتماني تصنف فيتش الموزمبيق سي سي سي، هي معناها الدرجة اللي قبل الدرجة الأخيرة سي سي سي، موديز سي آ آ 2، سعر الصرف 1 دولار يساوي 63.5 ميتيكال موزمبيقي، والسكان تحت خط الفقر يصل إلى 46%، نسبة الفقر تصل إلى 46%، وهي نسبة مهمة جدا سي محمد، يلزم الاهتمام بها من قبل ليزوتوريتي ايكونوميك. بالنسبة هذوما كانوا الأرقام الاقتصادية سي محمد. بالنسبة للحوافز الاستثمار في موزمبيق، ما فماش عديد الحقيقة الحوافز الكبيرة، ولكن فما نقاط وجزئيات مهمين ما همش خايبين. أولهم هي فيما يخص التأشيرة بطبيعة الحال أنت باش تمشي كمستثمر، فما تأشيرة الاستثمار باش تدخل بلاد، فيزا دانفستيسمون. فيزا دانفستيسمون كانت تعطى المشاريع اللي قيمتها 50 مليون دولار فما فوق، تاهت الى 50,000 دولار، معناها عباره على اصبحت فيزا ما فماش فيزا، عباره ما فماش فيزا، دونك رمزيه. 50,000 دولار في مشروع معناها يعتبر مبلغ مقارنه باللي كان، دونك هذه في حد ذاتها حافز جزئيه صغيره تجم تستقطب بتاتر عديد الاستثمارات. نعم، فما كيف الحكومة الموزمبيقية كانت قامت بإنشاء 7 مناطق للتجارة الحرة، هذه نقطة مهمة، معناها 7 مناطق كاملين في البلاد، معناها نتاع فري تريد، موزع على كامل البلاد، موزع على البلاد. وهالمناطق هذه بنسير سي محمد يقولوا فري تريد، فما عديد الامتيازات الجبائية والإعفاءات الجبائية أنت والقطاع اللي موجود في المنطقة الحرة هذيك. إذا 7 مناطق قامت بإنشائهم الحكومة الموزمبيقية من أجل البروموسيون، من أجل دعم الاستثمار في البلاد. كيف سي محمد فما عديد التحديات اللي وهنا فما نقطة ديجا مهمة ياسر، اللي موزمبيق تسجل أقل بلد من أقل البلدان الإفريقية في عدد الأيام من أجل إنشاء شركة. معناها شفت الايه، فما بارادوكس في الحكايه، انه هي معناها الاستثمار يتسمى مرضي ولا ضعيف نجم نقولوا، ولكن البروسيدور موجوده وتعتبر من اكثر البلدان الافريقيه اللي البروسيدور نتاعها بدون سهل، يعني البروسيدور نتاعها اقل من المعدل في افريقيا اللي هو 21 يوم، البروسيدور نتاعها دوم تقريبا في 12 ولا في 13 يوم تنجم تعمل شركة. هذه حافز آخر مهم بالنسبة للاستثمار في موزمبيق. كيف فما حاجة أخرى، تحدي آخر هو تحدي التعليم والتكوين، اللي هو الليترسي ضعيفة في موزمبيق، معناها تكوين الشعب في موزمبيق. إذا استثمار بتاتر في المدارس الخاصة ولا في التعليم والتكوين ينجم يكون فرصة أخرى. نحن نحب نقرأ النقاط اللي يمكن هي اليوم تمثل
ضعف ولا نقاط ضعف في موزمبيق، تجي من الاخر تولي بالنسبه للمستثمر ان بوتونسيال باش يستثمر فيه وباش يقوم فيه بالمشاريع. ديما ليه ما دام البلاد معناتها عامله حوافز هذيا معناتها في 12 يوم تنجم تحضر تسهل لك الاستثمار. يقع استثمار في التعليم، يعني التعليم هو اهم شيء معناتها باش تكون شعب واعي ومتعلم ومثقف ونجم يساهم في بناء الدوله من جميع النواحي. نعم، الحاجه الاخرى سي محمد بنجبلنا على التعليم، نجبلنا على البوبولاسيون الشابه، من اكثر البوبولاسيون الشابه في افريقيا كيف كيف موجوده في الموزمبيق، أكثر من 65.48%، باش نرجعوا بعد على الأرقام الاجتماعية، أكثر من 65.48% من الشباب هم تحت 25 سنة، دونك طبقة شابة. بالنسبة لفرص الاستثمار، فما فرص استثمار وأيضا في مجال استخراج المواد المعدنية، معناها سبيسيالمون مادة الجرافيت، معناها فيها عديد الفرص الموجودة حاليا. معناها كنت عملت جولة على ليزابيل دوفر الموجودين، فما عديد الاستثمارات تخص الجرافيت، تخص معناها مادة الجرافيت اللي هي مادة معدنية واستخراجها، تخص فرصة تخص استخراج مادة الجرافيت. كيف كيف الحكومة الموزمبيقية قامت بعديد المشاريع الكبرى درنيرمون، ميجا بروجي يخصوا الغاز ويخصوا البنية التحتية، مازالوا كي تلانسيو في بداية 2024، وهذه معناها توجه آخر لتحذير البنية التحتية للاستثمار والمستثمر الأجنبي. هذا ما سي محمد كانوا أهم النقاط اللي موجودين على بلد الموزمبيق فيما يخص الاستثمار ومناخه والفرص الموجودة. باش نحاولوا الآن نحكيه شوية على المقاربة متاعنا، المقاربة بالمؤشرات. أنا بالنسبة للمؤشر حرية الصحافة اللي تصدر منظمة مراسلون بلا حدود، تصنف الموزمبيق 108 من 180 دولة. بالنسبة لمؤشر الحريات السياسية اللي تصدر منظمة فريدم هاوس، السكور متاع الموزمبيق هو 5/7. مؤشر التنمية البشرية للمنظمة الأمم المتحدة تقريبا المعدل اخذته الموزمبيق 0.4، اقل من المعدل شويه 0.416/1. مؤشر مناخ الاعمال اللي يصدره البنك الدولي دوينج بزنس يصنف الموزمبيق 138 على 190 دوله. مؤشر الابتكار العالمي الموزمبيق 118 من 122، والمؤشر العالمي للملكيه الفكريه 106 من 125. هذوما سي محمد اهم المؤشرات اللي موجودين في الموزمبيق فيما يخص عديد الجوانب السياسيه والحريه الصحافه والمناخ الاعمال والملكيه الفكريه والابتكار لينوفازيون. دونك شنو وصلوا سي محمد، نكملوا وما نتعداو الفقره المواليه، فقره المعطيات الاجتماعيه. عدد السكان في موزمبيق 32,513,805 ساكن. اللغات عندنا البرتغالية 16.6%، عندنا الماخوا 26.1%، التسونغا 8.6%، النينجا 8.1%، السينا 7.1%، اللوموي 7.1%، وهناك تقريب 26.4% لغات ولهجات محلية أخرى. بالنسبة للأديان عندنا الديانة المسيحية 42.5 من المسيحيين، 18.9 من المسلمين، مسيحيين صهيونيين 15.6%، و 23% ديانات أخرى. بالنسبة للهرم السكاني أهم شريحة بين 15 و64 سنة وبنسبة 52.1%. معدل الأعمار كما قلنا الموزمبيق من أكثر البلدان الأفريقية الشابة، معدل الأعمار 17 سنة. الولادات السنوية لكل 1000 ساكن 836 مولود، والوفيات 10 وفيات. معدل الحياة عند الولادة 57 سنة، ونسبة التحذر تصل إلى 38%. هنا دونك نسبة التحذر، يعني الناس اللي تسكن في المدن 38% تسمى ضعيف. كيف كيف هو بمنطق الاستثمار نجم يكون فيه فرصة ولا ديزوبورتينيتي تاع استثمار في الترافو بيبليك وفي البنية التحتية.
هذوما كانوا المعطيات الاجتماعية سي محمد. ما نعرفش كان عندك إضافة على البنية التحتية ولا على النقل. نعم في موزمبيق. نعم سي بشير، عنا بالنسبة لبيانات النقل عنا المطارات حوالي 98 مطار، مطارات ذات ممرات مرصوفة 21 مطار، مطارات ذات ممرات غير مرصوفة 77 مطار. عنا خطوط الأنابيب طبقا لتقديرات 2013، خطوط أنابيب لنقل الغاز 972 كيلومتر، وخطوط أنابيب منتجات بترولية 278 كيلومتر. عندنا الخط الحديدي حوالي 4787 كيلومتر. عندنا الطرق الرئيسية إجمالي أطولها 31000 كيلومتر، الطرق المرصوفة 7365 كيلومتر، والطرق غير مرصوفة 23718 كيلومتر. من أهم الموانئ سي بشير عندنا نكلا ومبوطو وبيرا. كملوا معك سي محمد مع الاتصالات. سي بشير عنا الخطوط الهاتف النقال حوالي 13 مليون و 686 مليون معناتها سنة 2021، هذا مربوطين بالخط الهاتف النقال. وبالنسبة لعدد مستخدمي الانترنت حوالي 5.44 مليون سنة 2021، أي حوالي 17% من نسبة السكان. 17% دونك نسبة قابلة للتطوير، قابلة للتطوير، وتجم المجال هذا قابل للاستثمار، الاستثمار من قبل المستثمرين الأجانب. هكا يعطيك الصحة سي محمد، هكا نكون عملنا جولة على وعملنا الصورة على الموزمبيق وعلى وذلك من خلال معناها دراسة الجوانب الكل الاقتصادية، الحوافز الاجتماعية، كيف كيف الاتصالات والبنية التحتية، حكينا بمقاربة المؤشرات، هذا الكل نختم به فقرة أفرو فوكيوس لهذا الأسبوع سي محمد. ولهنا باش يكون لنا الأسبوع القادم إن شاء الله انترفيو مع ممثلة من وزارة التجارة بمصر اللي باش تحكي لنا على النورم وكيفاش النورم تساهم في تنافسية الشركات باش تنجم تدخل للسوق الإفريقية. هذا معناها الشركات ديما يتبعوا كيما النورم ايزو المعروفين، نورم تاع ايزو، نورم تاع الكاليتي وستيرا الجودة وستيرا، دونك النورم هذوما وقت اللي يطبقهم الشركة بطبيعة الحال التنافسية متاعها باش تكبر وباش تتولي تنجم انبي كونكيرير وتنجم تدخل وتحتل الاسواق وتثبت وجودها وتربح اسواق جديده. دونك الموضوع هذا باش نتناولوه في فقره افرو انترفيو للاسبوع القادم، وباش نستضيف فيه خبيره في هذا المجال. دونك بالانونس هذه سي محمد نوصلوا لنهايه هذا العدد من افرو بيزنس. نشكر مدام انصاف القديدي في الاعداد، في فريق الاعداد، سي محمد النفزي معايا في تقديم، يعطيك الصحه سي محمد على المعطيات اللي قدمتها. شكرا للمستمعين والمشاهدين، يعطيك الصحه. وما كان معكم بشير الزوالي في تقديم هذا العدد، نتمنى لكم بدايه اسبوع موفق وفي الامان.